الفصل هذا 2011 قالوا للرجال درهن عمودي درناه لهم عمود. نسمعوا زميلنا عايشكم. جايين تو درهن افقي، مانيش عارف ليش تغيرت الوضعية. يا عمودي يا افقي، لان وقت اللي نقول تناصف افقي يعني وكان تونس ما فيهاش رجال، يعني احنا محتاجين 50 راجل 50 اخرى. والله المجتمع التونسي مع الاسف الشديد للاربع ديمقراطيات عضونا تخنفتوه وخلتوه طلع. اما احسن المراه تستنى رجلها في الدار وتعلم اولادها وتحط رجلها في تذكر خلينا نتكلم، ما تخصيش هم قص عليا وقت يمشي. النسوين، المراه الباهيه اللي تحط رجلين رجلها في الماء سخون وقت اللي يروح للدار، ما لاش محتاجين. هاي اسمعوا زميلنا، هاي كمل كلمتك يا سبراهيم، عندك دقيقة كملها. سبراهيم عندك دقيقة كملها، كمل كلمتك، عندك دقيقة كملها، عنده دقيقة يكملها. باهي سبراهيم كمل كلمتك. على فكرة يا سيد الرئيس، الرسول لا ينتقي عن الهوى، قال صلى الله عليه سيدي وسلم: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. والمرأة حتى في الفراش ما عندهاش حق تتلفت على رجلها بدون اذنه، فجايين تو يشالوا تكذبوا النبي. هذا دين، اضحكوا ولا اضربوا، هذا دين. فليذهب المخنثين الى الجحيم، هناك رجال كالنساء، وهناك للاسف الشديد نساء. هذا رأي ماهوش واحد، وللاسف سبراهيم لم تعطي رأيا. لا مفضلكم، انت لم تعطي رأيا، انت شتمت. ترفع الجلسة ل5 دقائق، ترفع الجلسة ل5 دقائق. سبراهيم لم تعطي رأيا، هو شتم لم يعطي رأيا. أعطيتك 2 دقائق.